انطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الأولى، وذلك بشارع محمد علي بوسط محافظة الإسماعيلية، والذي يتضمن كرنفالا للورود وبعض الفقرات الفنية والأغاني. وأكد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة على أهمية دور محافظة الإسماعيلية زراعيا باعتبارها أكثر محافظات مصر إنتاجا للمانجو. احنا بنستهدف طبعا زيادة التصدير سواء كان من محصول المانجو او بقية المحاصيل، وقلنا الارقام اللي موجودة واللي احنا مستهدفينها ان شاء الله خلال الاعوام القادمة. انما يمكن محصول المانجو هو محصول رئيسي في الاسماعيلية، فيعني من هنا جاء التركيز عليه، وقلنا نعمل له مهرجان خاص عشان يبقى فيه تركيز على هذا المحصول ونقدر نزود المنتج والتصدير من هذا المحصول. ده طبعا بالإضافة للترويج السياحي لمحافظة الإسماعيلية سواء كان من السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية، بالإضافة طبعا وده هدف برضو رئيسي، احنا يعني بنطمح في ان احنا نعمل تصنيع زراعي